عدد 7. ويوم ما فضي موسى من إقامة المسكن ومسح وقدسه وكل الأمتعة بتاعته والمسبح وكل الأمتعة بتاعته ومسحها وقدسها، قرب رؤساء إسرائيل، رؤساء بيوت أبهاتهم، هم رؤساء العشائر اللي وقفوا على المعدودين، جم بالقرابين بتاعتهم قدام الرب، 6 عجلات متغطية واتناشر طور، لكل رئيسين عجلة ولكل واحد طور، وقدموها قدام المسكن. فقال الرب لموسى: خدها منهم فتبقى لشغل خدمة خيمة الاجتماع، وديها للاويين لكل واحد حسب الخدمة بتاعته. فأخذ موسى العجلات والتيران واداها للاويين، 2 من العجلات و4 من التيران اداها لولاد جرشون حسب الخدمة بتاعتهم، و4 من العجلات و8 من التيران اداها لولاد مراري حسب خدمتهم بإيد إيثمار ابن هارون الكاهن. وأما ولاد قهات فمدهمش، لأن خدمة القدس كانت عليهم، على الأكتاف كانوا بيشيلوا. وقرب الرؤسة عشان تشين المذبح يوم مسحه، وقدم الرؤسة القرابين بتاعتهم قدام المذبح. فقال الرب لموسى: رئيس رئيس في كل يوم يقربوا القرابين بتاعتهم عشان تشين المذبح، واللي قرب قربانه في اليوم الأولاني نحشون ابن عمينا داب من عشيرة يهوذا، وقربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس، هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وطور واحد ابن بقر، وكبش واحد وخروف واحد عمره سنة عشان محرقة، وتيس واحد من المعيز عشان ذبيحة خطية، وعشان ذبيحة السلامة 2 طور و5 كباش و5 تيوس و5 خرفان عمرها سنة، ده قربان نحشون ابن عمينداب. وفي اليوم التاني قرب نسنائيل ابن صغر رئيس يساكر، قرب القربان بتاعه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس، هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وطور واحد ابن بقر، وكبش واحد وخروف واحد عمره سنة عشان محرقها، وتيس واحد من المعيز عشان ذبيحة خطية، وعشان ذبيحة السلامة 2 طور و5 كباش و5 تيوس و5 خرفان عمرها سنة، ده قربان نسنائيل ابن صغر. وفي اليوم الثالث رئيس ولاد زبولون الياب ابن حيلون، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس، هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وطور واحد ابن بقر، وكبش واحد وخروف واحد عمره سنة عشان محرقة، وتيس واحد من المعيز عشان ذبيحة خطية، وعشان ذبيحة السلامة 2 طور و5 كباش و5 تيوس و5 خرفان عمرها سنة، ده قربان الياب ابن حيلون. وفي اليوم الرابع رئيس ولاد رأوبين اليسور ابن شديقور، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس، هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وطور واحد ابن بقر، وكبش واحد وخروف واحد عمره سنة عشان محرقة، وتيس واحد من المعيز عشان ذبيحة خطية، وعشان ذبيحة السلامة 2 طور و5 كباش و5 تيوس و5 خرفان عمرها سنة، ده قربان اليسور ابن شديقور. وفي اليوم الخامس رئيس ولاد شمعون شلوميئيل ابن صور يجداي، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس، هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وطور واحد ابن بقر، وكبش واحد وخروف واحد عمره سنة عشان محرقة، وتيس واحد من المعيز عشان ذبيحة خطية، وعشان ذبيحة السلامة 2 طور و5 كباش و5 تيوس
وخمس خرفان عمرها سنة. ده أربان شلومئيل ابن صوري جداي. وفي اليوم السادس رئيس ولاد جاد اليساف ابن داويل. أربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس. هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وتور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد عمره سنة عشان محرقة، وتيس واحد من المعيز عشان ذبيحة خطية، وعشان ذبيحة السلامة تورين وخمس كباش وخمس تيوس وخمس خرفان عمرها سنة. ده قربان اليساف ابن داويل. وفي اليوم السابع رئيس ولاد إفرايم اليشمع ابن عم يهود. القربان بتاعه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس. هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وطور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد عمره سنة عشان محرقة، وتيس واحد من المعيز عشان ذبيحة خطية، وعشان ذبيحة السلامة تورين وخمس كباش وخمس تيوس وخمس خرفان عمرها سنة. ده قربان اليشمع ابن عم يهود. وفي اليوم الثامن رئيس ولاد منسة جملئيل ابن فضهصور. قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس. هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وطور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد عمره سنة عشان محرقة، وتيس واحد من المعيز عشان ذبيحة خطية، وعشان ذبيحة السلامة طورين وخمس كباش وخمس تيوس وخمس خرفان عمرها سنة. ده قربان جملئيل ابن فضهصور. وفي اليوم التاسع رئيس ولاد بنيامين أبيدن ابن جدعوني. القربان بتاعه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس. هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وطور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد عمره سنة عشان محرقة، وتيس واحد من المعيز عشان ذبيحة خطية، وعشان ذبيحة السلامة تورين وخمس كباش وخمس تيوس وخمس خرفان عمرها سنة. ده قربان أبيدن ابن جدعوني. وفي اليوم العاشر رئيس ولاد دان أخي عزر ابن عمي شداي. قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس. هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وطور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد عمره سنة عشان محرقة، وتيس واحد من المعيز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة تورين وخمس كباش وخمس تيوس وخمس خرفان عمرها سنة. ده قربان أخي عزر ابن عمي شداي. وفي اليوم الحداشر رئيس ولاد أشير فجائيل ابن عقرن. قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس. هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وطور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد عمره سنة عشان محرقة، وتيس واحد من المعيز عشان ذبيحة خطية، وعشان ذبيحة السلامة تورين وخمس كباش وخمس تيوس وخمس خرفان عمرها سنة. ده قربان فجائيل ابن عقرن. وفي اليوم الاتناشر رئيس ولاد نفتالي أخيرة ابن عينن. قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقل، ورشاش واحد من فضة 70 شاقل على شاقل القدس. هما الاتنين مليانين دقيق معجون بزيت عشان تقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مليان بخور، وطور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد عمره سنة عشان محرقة، وتيس واحد من المعيز عشان ذبيحة خطية، وعشان ذبيحة السلامة تورين وخمس كباش وخمس تيوس وخمس خرفان عمرها سنة. ده قربان أخيرة ابن عينن. ده تدشين المذبح يوم اتمسح من رؤسة إسرائيل. أطباق فضة 12.
ورشاشات فضة 12 وصحون ذهب 12. كل طبق 130 شاقل فضة وكل رشاش 70. كل فضة الآنية 2400 على شاقل القدس وصحون الذهب 12 مليانة بخور. كل صحن 10 على شاقل القدس. كل ذهب الصحون 120 شاقل. كل التيران عشان المحرقة 12 طور والكباش 12 والخرفان اللي عمرها سنة 12 مع التقدمة بتاعتها وتيوس المعيز 12 عشان ذبيحة الخطية وكل التيران عشان ذبيحة السلامة 24 طور والكباش 60 والتيوس 60 والخرفان اللي عمرها سنة 60. ده تدشين المذبح بعد مسحه. فلما دخل موسى لخيمة الاجتماع عشان يتكلم معاه كان بيسمع الصوت بيكلمه من على الغطا اللي على تابوت الشهادة من بين الملكين، فكلمه